هالمرة المش متوقع صار واقع. ايه قولي يا بنتي، قولي عم بسمعي. مكتوب على الجبين لازم تقشعه العين. ظاهر يا صديقي انه مش مكتوب علينا غير المشاكل. رح ترجعي لعند زوجي. هالقصة هادي اكيد لازم تكون لها نهاية، وانا كتير خايف ما تكون النهاية كتير قاسية. والمطلوب ومصير هالقصة هيدا الموضوع ما له حل، صار مجهول. ما كان عندي حل غير هيك. والله عيش كتير بتشوف كتير. موجة غضب الخميس والجمعة 9:30 المساء على الـ LBCI.